والسادة على الحضور الكريم. إنه لمن دواعي سروري أن أتواجد بين حضراتكم اليوم في هذا الحدث الهام بشأن تدشين محطات الطاقة الشمسية بموقع التراث العالمي والمتاحف، وذلك نيابة عن الأستاذ الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار. إنه لمن الهام في هذا السطر أن نشير إلى جهود الدولة المصرية بشأن الحفاظ على التراث الثقافي في مصر، وتنفيذ لتوجيهات الدولة في هذا الشأن تتبنى وزارة السياحة والآثار تنفيذ مشروع مبادرة نحو مواقع تراثية مستدامة وخضراء، حيث تتمثل خطة الوزارة لتحويل عدد من المتاحف والمواقع الأثرية إلى مواقع خضراء تعتمد على الطاقة الشمسية كبديل مستدام وأكثر جدوى اقتصادياً عن الطاقة الكهربائية، بما يسهم في حماية التراث الثقافي بجميع أنواعه وحماية تأهيله والاستفادة منه في تحقيق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030. وفي هذا السياق تم توقيع مذكرة تفاهم في نوفمبر 2022 على هامش استضافة مصر للمؤتمر الأطراف 27 لتغير المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، حيث قام بالتوقيع الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والأستاذ أليساندرو فراكاستي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للمائي بمصر، والمهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة ومدير عام مشروع نظم الخلايا الشمسية، والدكتورة نوريا سانشيز مدير مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية، والدكتور محمد زين العابدين منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الإيسيسيكو. وتتمثل أبرز استراتيجيات مذكرة التفاهم في التعاون في مجال الطاقة الشمسية، حيث تشهد مذكرة التفاهم مجالات واسعة ومتعددة للتعاون حرصا على تطوير المواقع الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار، والتي تشمل دعم تنفيذ عدد من المشروعات الاسترشادية للمحطات الشمسية مثل تركيب محطات الطاقة الشمسية الصغيرة في مواقع التراث الثقافي والمتاحف، وتنمية مهارات العاملين بالمجلس الأعلى للآثار من خلال التدريب للإشراف على تنفيذ وصيانة محطات الطاقة الشمسية ومراقبة أدائه ودعم حملات وبرامج توعية عن الطاقة الشمسية وكفاءة الطاقة وإجراءات الدراسات الأثرية ودراسات تقييم الأثر على التراث في مختلف المواقع المعنية بتحديد موقع تركيب محطات الطاقة الشمسية، وتطوير خطة التواصل للمشروع لتعزيز تكراره بالإضافة للمؤتمرات والندوات التوعوية لتمثيل نتائج المشاريع. لقد بدأت الإجراءات التنفيذية بالفعل المشروع خلال أغسطس الجاري 2023، حيث تم الانتهاء من تركيب محطات للطاقة الشمسية في كل من قصر محمد علي بالمنيل ومراكز الزوار بمنطقة أهرامات الجيزة، متحف المجوهرات الملكية ومتحف الإسكندرية القومي بالإسكندرية، كما أنه جرى الانتهاء من تركيب المحطات بمتحف شرم الشيخ، حيث تنقسم قائمة المواقع المستهدفة في خطة المجلس الأعلى للآثار لإدخال الطاقة الشمسية على مرحلتين، تتضمن المرحلة الأولى عدد 20 متحف وموقع أثري، كما تتضمن المرحلة الثانية حوالي عدد 6 متاحف ومواقع أثرية. تتمثل أبرز المتاحف والمواقع الأثرية خلال الفترة المقبلة ضمن أعمال المرحلة الأولى وفقا لأولوية خطة المجلس الأعلى للآثار في المتحف القبطي، متحف النوبة بأسوان، المتحف المصري بالتحرير، المتحف القومي للحضارة المصرية، المتحف الفني الإسلامي، ومتحف الأقصر، كما تتمثل أبرز المواقع الأثرية في مركز زوار وادي الملوك والملكات، مركز زوار معابد الكرنك، ودير مريمينا، وغيرها من المتاحف والمواقع الأثرية الهامة.